المتحور الجديد هو ألحق ضررا كبيرا في وضع بيت لحم، لأنه نحن كان في عنا اليوم من ضمن الفرق المشاركة في إنارة الشجرة كان في هناك فرقتين من الولايات المتحدة، فرق ترانيم دينية كان المفروض يشارك فرقة بمئة مرنم وفرقة أخرى بخمسين، للأسف الشديد بسبب الكورونا لم يتمكنوا من المجيء.